التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الشاعر أشرف عادل. كل التحية ليكم. المشحون بالدم والنار، الساعيان إلى الوصول بنا إلى شواطئ آمنة ورحبة، تسعى الجميع في غير إقصاء لأحد على أساس من الدين أو العرق أو اللون. فالمسرح يا سادة هو دولة المواطنة الحقة، لأنه ولد من رحم المدنية التي ترد إلينا ما تناسيناه من تسامح وتعددية وعدالة تلحق بالظلم أيا كان مصدره، فترده عن غيه. فمن دخل المسرح أو عمل به أو شاهد عروضه هو آمن من شرور العالم كله. أحبائي وأحبائي المسرح، أهلا ومرحبا بكم في مهرجان القاهرة الدولي للمسرح المعاصر والتجريبي الذي يستضاء بحضوركم كنور على نور لا يقبل القسمة. شكرا. أهلا بكم جميعا في فضاء من فضاءات الحرية تضيئه وزارة الثقافة. أهلا بكم في دورة جديدة من هذا المهرجان الذي نجحنا العام الماضي في استعادته، مهرجان المسرح المعاصر والتجريبي، وهو مهرجان دولي. وحينما نقول مهرجان المسرح المعاصر والتجريبي فإننا نعني في المقام الأول الحوار، والحوار يعني الحرية، والحرية تعني التغيير وتعني التعدد وتعني التنوع، وهذا ما نسعى إليه في مصر وفي عالمنا العربي كله. أهلا بكم وتحيا مصر.